بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الابلكيشن بتاعنا، هندخل هنا الاكس، هندخل هنا الواي، ندوس على الكالكوليت تتحسب الحسبه. طبعا البي اي موجوده، انتر بقى فاليو اوف اكس وريد الاكس، انتر فاليو اوف واي وريد الواي، دي خلاص منتهيه. انا بقراهم مره واحده من التكست بوكسز اللي على الشاشه. بعد كده بعد ما اقراهم عايز اعمل كالكوليت الاريا وكالكوليت البيرمتر اللي موجود، وبعد كده اعرض على الاثنين ايه تكست فيو اللي موجودين، اللي هو الاريا والبيرمتر. دي الفكره بتاعت بفكركم بالالجوريزم اللي احنا كنا عايزينه. فانا هبدا اشتغل الكود ده دلوقتي جوه مكان في الكالك باتن، اشيل بقى التوست اللي احنا كنا بنتست بيها دي، وقام جاي يقول له ايه. بص، اول حاجه هعرف فاريبل هسميه اكس، عملت فال اكس كونستنت وقلت له اكس هيجي من اكس اديت تكست بوكس، مظبوط كده. دوت هقول له ايه، انا عايز التكست اللي كتب في النص، التكست اللي التكست ده جواه تكست كتب في النص، اقول دوت تكست، هقول له تو سترينج. وطبعا انا عايز الاكس دي تكون تبقى فلوت عشان اقدر اعمل عليها عمليه حسابيه، يعني يا فلوت يا دبل يا كده. فدوت تو فلوت، فكده عملتها ايه، بقى الاكس فلوت وخد قيمته من الاكس اديت بوكس، خدت منه كابي عملت بيست وهو عامل منه واي. وبرضه ده هيجي منين؟ هقول بقى مش من الاكس اديت تكست، لا هيبقى من الواي اديت تكست. فانا جاي خدت من الاديت تكست الواي الاكس اديت تكست وخدت من الواي اديت تكست، ودي الانبوتس بتاعتي. وبرضه دوت تكست دوت تو سترينج وهقول دوت تو فلوت، كده عملت الانبوتس، اخدت الاثنين انبوتس من اليوزر الاكس والواي. خلاص كده هبدا بقى ايه، بس بنسق بس الكومنتس بتاعتنا. كده انا اخدت التو انبوتس بتاعتي وحولتهم لفلوت وحطيتهم جوه تو فاريبلز. خلاص دي الانبوتس، هبدا اشرح البروسيسنج بتاعي. كان العمليات اللي انا عايز اعملها، اللي عايز اعملها ان انا عايز احسب الاريا واحسب الايه البيرمتر. فهعرف فال اريا وده هي ايكوال، ومعامل الايكويشن، الايكويشن كانت بتقول ايه بي اي، والبي اي اللي مقصود بيها كوتلين دوت ماس دوت بي اي، وهضربها في، طبعا هو على طول بيستخدم امبورت الماس بي اي اللي جاي من كوتلين. فاقول له بي اي ضرب الايه الاكس ضرب الواي، كده ده الايكويشن الاولى فال البير، وديت الايكويشن الثانيه اللي هي كانت عباره عن ايه، عباره عن اثنين. طبعا انا مش متذكرها، بص على على الايكويشن، في بي اي في الاس كيو ار تي، وهفتح قوس كل اللي بقى اللي تحت السكوير روت ده كان نص مضروب تقريبا مضروب في افتح قوس كانت اكس بقى تربيع واي تربيع، اكس تربيع هقول اكس دوت باو دوت باور يعني باور 2. طبعا قال لي لازم تمزد الكوتلن، اقول بس الت وايه الت وانتر عشان يعمل لي امبورت فوق، يبقى اكس باور اللي هي دي اكس باور ايوه اكس اس 2 وواي اس 2 طبعا باور اللي انت عايزه، زائد واي دوت باو برضو 2. ممكن بس اقسم الايكويشن على سطرين كده عشان تبقى واضحه، عشان هي ايكويشن طويله شويه. تمام، دي الايكويشن بتاعتي. فاضل لي بقى ان انا اطلع الاوتبوت بعد ما حسبت الاريا وحسبت البير. هقول له انا عايز اطلع بقى الاوتبوت بتاعتي، ان انا عايز اطلع بقى في التكست بوكس، بدل ما كنت باخد احطه جوه الاكس واخد احطه جوه الواي، المره دي عكس. هقول له الاريا تكست فيو دوت تكست في التكست بتاعها، يعني جوه التكست فيو ده التكست بتاعها دي الخاصيه. هقول له عارف الفاريبل بتاع اللي اسمه اريا دوت تو سترينج، هياخد الاريا القيمه بقى اللي اتخزنت واتحسبت وتحط جوه الاريا يحطها جوه التكست بوكس ده، وخلصنا. والبير دوت تكست فيو دوت تكست بتساوي، هقول له روح على البير، روح على البير دوت ايه دوت تو سترينج، فياخد البير اللي اتحسبت ويحطها جوه التكست اللي جوه البير تكست ايه تكست فيو. تمام، وبكده اكون عملت الانبوتس والبروسيسنج والاوتبوت بتاعتي، ما فيهاش فيها اي مشكله ان شاء الله. لا في تكست تكست ناقصه تي نظبطها. تمام، بكده نقدر نجرب نعمل ري ران كده. قال لي انتر الليبس اكس، قلت له 3، الواي قلت له 2، كالكليت يا عمي، قال لي ادي 18 و8 و16 و0.0. قلت له ماشي تعالى نغير كده عشان نشوف، خليها 4.5 خليها 3.5 عشان نشوف الكسور. كالكليت قال لي 49 وشويه، وقال لي 25 وشويه، قلت له تمام. و7 جرب بقى زي ما انت عايز، وادي ايه الاليبس كالكليتر بتاعتنا اشتغلت بنجاح الحمد لله.